وزي ما احنا متعودين نروح ونصبح على زميلتنا دينا شرف ونعرف منها اخر اخبار الطقس في القاهره والمحافظات، ونسالك يا دينا بعد صباح الخير سؤال الحلقه. صباح الخير يا احمد، صباح الخير يا جمانة، صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير يا دينا. لا اول ما عرفت طبعا نتيجه الثانويه العامه كنت فرحانه جدا، لان انا كانت اول سنه يتلغي قبليه للتحسين، فانا ما حضرتش التحسين، كان التحسين ده موجود في الثانويه العامه في وقتها، وكنت المجموعه الشامله. المجموعه الشامله دي بقى اللي هي بتاخد مواد ادبي كلها ومواد علمي كلها، فيزياء وكيمياء واحياء ورياضه 2، وبعدين كنت مقفله مواد، يعني كنت جايبه درجه نهائيه في الرياضه 2 والكيمياء. حلو، يعني اقتصاد المعرفه اللي المفروض يبقى موجود. انا كل حاجه كل حاجه عارفاها، بس هو فعلا بجد زي ما انتم بتقولوا كده ان مقياس الثانويه العامه مش مقياس لمستقبلنا خالص، ومش مقياس خالص لقد ايه دراستنا ممكن تاثر علينا بعد كده. انت ممكن تدرس حاجه وتلاقي نفسك في نص الطريق، او بعد ما بتخلص بسنه واثنين وثلاثه تلاقي نفسك بتعمل كارير شيفت لوحدك جدا. انا يمكن ليا زمايلي كتير في الكليه كنا كلنا كليات قمه، غيرنا كل ده ودخلنا مجالات مختلفه. مهم ان انت تكون سعيد وان انت تكون مبسوط. صعب ان انت بعد ما بتدرس حاجه معينه وبتحقق حلمك في حاجه معينه تبدا تغيرها، بس انا على فكره كمان بحسد الجيل ده. يعني احنا ايام جيلنا كان كلنا نظرنا بس محصور في الكليات القمه، ولو ما دخلناش كليه قمه وما جبتش المجموع ده بتبقى يعني زعل كبير قوي والاسره زعلانه. انا لما بشوف الناس اللي حواليا دلوقتي ولادهم في ثانويه عامه، هم متقبلين جدا ان الولاد مش داخلين كليات قمه، متقبلين جدا ان هم بيدخلوا الكليه اللي بتناسبهم. يعني انا عندي واحده صاحبتي دخلت بنتها فعلا فاشن ديزاينر، فدي حاجه بالنسبه لي انت ازاي وافقتي على كده؟ طب ليه ما دخلتش حاجه تانية وكليه خاصه على فكره كمان؟ يعني طب ليه ما خليتيهاش؟ قالت لي لا تحقق حلمها. انا مقتنعه جدا ان انا خلاص بعد تربيتي ليهم انها لازم تشوف مستقبلها ايه، وبعدين بعد ما انا جربت وشفت كتير في حياتي واشتغلت حاجات كتير، المفروض ان الواحد يشتغل الحاجه اللي بيحبها وبس.